مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات راصد فيها الكثير من الموضوعات والتقارير. قبل نبدأ الحلقة نروح لأبرز عناوين الليلة. ديوان المراقبة يكشف عن أكثر من 41 مليار ريال صرفت دون وجه حق خلال عام واحد فقط. ومواطن يوثق تخزين محاليل طبية في غرفة السائقين برفقة القطط في مستشفى تروبا العام. والعدل تقول 9% من زيجات السعوديين بأجنبيات فاشلة والسوريات في المقدمة. وبتشوفون معنا أيضا في هذه الحلقة طالب يبتكر الريموت الخارق للتحكم بإيقاف المركبات المتجاوزة لنقاط التفتيش. وأهالي الحناكية يناشدون إنهاء معاناتهم مع توفير الخدمات بمحافظتهم بطريقة مبتكرة. والدراج عمر العمير يجوب 3 قارات للتوعية بحقوق الاحتياجات الخاصة والسرطان. كشف ديوان المراقبة العامة عن صرف أكثر من 41 مليار ريال خلال العام 1435 دون وجه حق عن طريق استخدام سند نظامي أو تراخي الجهات المختصة في تحصيلها. وأعلن ديوان المراقبة في تقرير له أن جملة المبالغ اللي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعاته المستمرة لتفعيل إجراءات تحصيلها بلغت 2,900,000,000 ريال. واشتكى الديوان من المعوقات المحاسبية وآليات التحصيل من الجهات الحكومية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لذلك. وينضم لي هاتفيا الأستاذ عبد الرحمن العجلان المتحدث في هيئة مكافحة الفساد نزاهة. هلا أخوي عبد الرحمن. عبد الرحمن معي؟ معي عبد الرحمن يا شباب ولا لا؟ طيب ما هم معنا، نرجع لعبد الرحمن إذا الشباب لقوه بعدين نروح لموضوعنا الثاني. وثق أحد المواطنين قيام المسؤولين في مستشفى تروبا العام بتخزين المحاليل الطبية في غرفة سائق وبصحبة القطط. رحيم اليوم الأحد الموافق 28/12 مستشفى تروبا العام، هذه بالله شوفوا غرف السائق حاطين ايش؟ مستودع ليش؟ المحاليل الطبية. المحاليل الطبية وش عندها؟ شوفوا الأساس، شوف المحاليل الطبية، شوف الأساس. والله العظيم اني مار مع هالسيد ان ما لفت انتباهي الا هالاصوات زبال 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 زبال. اقسم بالله اسمع، بالله يا أرواحنا حنا رخيصة لهالدرجة، مستشفى تروبا هو مدير الخايس ذا. يا أخواني اتق الله في أنفسكم بالله، بدين والله ما بوشكم، شوفوا لنا حل يا بشر يا ناس.
طيب معي الاتصال يا شباب، معي طيب الاستاذ عبد الرحمن العجلان. قبل اتكلم مع عبد الرحمن العجلان انا بقول وش سوينا احنا في موضوع تربه. تواصلنا مع مدير المستشفى، كان ما يبغى يكلم الشباب وقال روحوا عند المتحدث الرسمي. رحنا عند المتحدث الرسمي قال ما عندي رد، عشان بس يعني لا يسالون اهل تربه ليش ما جبتوا المستشفى. المستشفى ما يبغى يرد. نروح للاستاذ عبد الرحمن العجلان المتحدث في هيئه مكافحه الفساد. هلا اخوي عبد الرحمن. مرحبا، مساك الله بالخير. مسيت بالنور، حياك الله. الحين يقول ديوان المراقبة العامة أن 41 مليار فقدت. ودي أسأل نزاهة عن مثل هذه الأرقام، وين هي ما تظهر من عند نزاهة مثل هالأرقام الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وللتلفزيون قناة إخبارية على اتصال إيضاح ما لدى الهيئة. أولا اسمح لي أن أوضح أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة انشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 65 في عام 1432، وأنيط بها من ضمن ما أنيط بها في نطاق اختصاصاتها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي من وسائل مكافحة الفساد أن تقوم الهيئة برصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد. من هذا المنطلق اطلعنا اليوم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على ما نشرته بعض الصحف منسوبا إلى تقرير ديوان المراقبة العامة، أقول منسوبا إلى تقرير صادر عن ديوان المراقبة العامة، بأن هناك حوالي 42 مليار تم صرفها دون وجه حق. وانطلاقا أيضا من تنظيم الهيئة في ما يخص التعاون مع الجهات الرقابية التي يجب أن تعمل في إطار من التكامل وتنسيق الأدوار لتنفيذ اختصاصات كل جهاز، كتبت الهيئة اليوم لديوان المراقبة العامة للاستفسار عما نشرته الصحف منصوبا إلى تقرير ديوان المراقبة العامة. يعني أنتم ما بينكم وبينهم تنسيق قبل الجرائد، يعني الجرائد هي اللي علمتكم. احنا لحد الآن يعني لم نتأكد أن هذا فعلا يعني تضمن التقرير ديوان المراقبة العامة، لأن الصحف نشرته بدون مصدر. اي بس هذا يدل اخوي عبد الرحمن انه التنسيق مفقود بين الجهات الرقابية عندنا. نزاهة وديوان المراقبة العامة. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحقيقة لا تصلها تقارير من ديوان المراقبة. طيب ممتاز. طيب وش وضع لكن إذا سمحت سم. احنا كتبنا اليوم من المنطلقات اللي أشرت إليها قبل قليل، وأيضا لاختصاص الهيئة في متابعة واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد. طيب وش وضعكم في نزاهة في إعلان الأرقام والمبالغ في تقارير الهيئة؟ تحطون الأرقام هذه تعلنونها؟ الهيئة طبعا استنادا إلى موافقة سامية تعلن كل ما تضع يدها عليه وتتحقق من وجوده وتنشر الحقيقة كمعلومات، ولكن بدون ذكر أسماء لأنها لم تصل إلى درجة إصدار أحكام. طيب أخوي عبد الرحمن العجلان شكرا لك، المتحدث باسم هيئة مكافحة الفساد نزاهة. ننتظر منكم إن شاء الله تعطونا وش اللي صاير بينكم وبين ديوان المراقبة العامة عشان نحط الناس في صورة ما يحدث. شكرا لك. نالت الزواجات من السوريات أكبر نسبة فشل في الزواج من السعوديين، فيما نال الأزواج اليمنيين النسبة الكبرى في ذلك الفشل في زواجهم من السعوديات، هذا بحسب تقارير عدلية حديثة. في الوقت نفسه بيّنت جمعية وئام للتنمية الأسرية في المنطقة الشرقية أن الجمعية تستقبل شهرياً ما يقارب 12 قضية طلب طلاق من المحاكم. أضافت الجمعية أن هناك حالة طلاق واحدة كل 20 دقيقة بواقع 72 حالة طلاق يومياً، هذا بحسب جمعية وئام. وكشفت أن معدلات الطلاق بالنسبة للفتيات أقل من سن 20 بلغت 21%، فيما أكدت أن كل ما ارتفع عمر الزوجين قلت احتمالية الطلاق. أكدت الجمعية أن سوء اختيار الشريك هو من أحد مسببات الطلاق، وكان هذا بنسبة 28%. أما المشاحنات المستمرة المؤدية للطلاق سجلت نسبة 9
و30%. أما جهل أحد الزوجين بمعنى الحياة الزوجية كانت نسبته في الطلاق أيضا 34%. اختتمت جمعية وئام بأن تدخل الأقارب بين الزوجين كان سبب في فشل الزواج بنسبة 34%. طيب، تنضم لي هاتفيا من جدة أو مباشرة من جدة دكتورة والمستشارة النفسية والأسرية زهرة المعبي. أهلا دكتورة زهرة. يا هلا يا مرحبا، أهلا وسهلا بيكم. أهلا دكتورة، من زمان عنك ترى. ها حياكم الله، يا هلا يا مرحبا. الله يعطيك العافية. راح الصوت. طيب هتسمعيني الحين؟ يا هلا. كيف ممكن نتكلم عن عن هذه الأرقام اللي أعلنت الآن؟ كيف ممكن نتكلم عن الزواج من أجنبيات أو أيضا الإحصائيات اللي قاعدين نتكلم عنها قبل شوي؟ والله يعني قبل كل حاجة الواحد لما يبغى يتكلم عن موضوع الطلاق، الطلاق هنا أكيد يعني شيء طبيعي، يعني ما له هوية سواء كان يعني سعودية أو أجنبية، يعني بمعنى مقيمة أو سعودي أو غير سعودي، كل هذه الزواجات أو حالات الطلاق هذه ما لها هوية. الجميل في الموضوع إنه إحنا نبغى نزوج أولادنا ونزوج بناتنا ونبغاهم يعيشوا حياة سعيدة موفقة. يعني أنتوا ذكرتوا في الإحصائية أسباب كثيرة من ضمنها الشحنة وجهل بعض الحقوق ما لهم وما عليهم للأزواج، لكن أعلى نسبة اللي هي 34%، وأنا معاكم فيها. حتى أنت أثناء ما كنت أنت بتقرأ التقرير أنا قلت نعم، تدخل الأهل، يعني شوف تدخل الأهل في هذه المسألة هو اللي يعني من أعلى النسب التي تؤدي إلى الطلاق. ليه؟ لأنه الأهل هم بيدهم وبإمكانهم إنهم يخلوا حياة أولادهم أو بناتهم حياة سعيدة، بإمكانهم إنهم يعني يخلوا حياتهم شبه يعني مستقرة. صحيح. فيها شيء من القلق وعدم الاتزان وعدم التوازن في حياتهم الزوجية. يعني إحنا تربينا وهذا ما يعني اللي بنشوفه دائما في أسرنا، إنهم يعني منذ بدء يعني من السابق إنهم يعني بيعملوا على إنهم زي ما يقولوا إحنا بنزيد على يعني عطين بل على الحياة، يعني حاجة كده إضافية أو حاجة ايوه على اساس ان امسكوا البنت، يا بنت انت بنت ارجعي العيب عليك، ارجعي بيتك وزوجك واولادك وكذا. يقولوا للراجل نفس الكلام، ما يصير هذه زوجتك ام اولادك، انت تطلع برا البيت، هذا البيت بيت الست وبيت عيالها، انت لازم تنتبه لنفسك. الاهل يقولوا كلام في مصلحة الزوجين، وأهل الزوجة يقولوا كلام لابد يكون في مصلحة الزوجين. يعني أنا هنا نقطة إحنا افتقدناها الأيام هذه، نقطة هامة جدا، سواء كان الزواج من السعوديين أو من أجانب. اللي هو كان دور الجيران، دور العمد، دور إمام المسجد، دور شيخ القبيلة، دور كبير العيلة. الآن هذه الأدوار كلها للأسف الشديد افتقدناها، العم، العمة، الخال، الخالة، حتى لما يكون في مشاكل حتى إيش ويحبوا ناس من أهل الخير إنهم يصلحوا ما بينهم، يقولوا فين كبير العيلة؟ صحيح. كبير العيلة علشان يعني نتفاهم معاه. ربنا سبحانه وتعالى من سبع سماواته يعني أشار، قال حكما من أهلي وحكم من أهلها. إذن هدول الحكام إيش وجودهم؟ يكونوا كبار في السن، يكونوا عقلاء، يكونوا محكمين، يكون موثوق فيهم وفي كلامهم. إذن أنا لما أحضرهم وأجيبهم أمامي يحكموا لي في أي مشكلة. صحيح. من المشاكل اللي بتمر على أولاد العائلة أكيد يعني بيدلوا دلوهم، والدلو الإيجابي. طيب اللي دكتورة. يؤدي إلى الصلح. يعني اتفضل. طيب الزواج من أجنبية لظروف مختلفة، في أحيان أنه يكون مضطر أو كذا، بس كيف الآن صايرة النسبة يعني نوعا ما كبيرة الزواج من أجنبية وفي عندنا عنوسة، إيش أنت تقولين في هالجانب؟ أنت يا الله أنت حطيت يدك على موقع الألم. أنا عندي 4 مليون عانس، أنا كيف أحل المشكلة هذه؟ وبعدين أولادنا وشبابنا يجروا برا يبغوا يتزوجوا، كل واحد يدور له تصريح
ويدور له واسطه ويدور له عشان يبغى يتزوج باجنبيه. يا اخي بنت بلدك فين راحت؟ وبعدين انا بيتي مفتوح وعندي بنات وهي عندها بنات وانت عندك بنات وهو عنده بنات وعندنا اخوات وعندنا صحيح. اصدقاء وعندنا اصحاب وبنعاني من هذه المعاناه وهذه المشكله. 4 مليون انا لما ازوج 2 مليون بس عانس بيجيبوا لي يخلفوا لي 2 مواطنين صالحين يوحدوا الله ويذكروه ويقولوا لا اله الا الله، بس هذا في حال انه كل واحده خلفت لي جابت لي ولد واحد او بنت واحده. صحيح. فما ادراك لما يتكرر النسل الى 3 الى 4. عندي انا 4 مليون، انا كيف احل المشكله هذه؟ هذه ما هي مشكلتي ولا مشكلتك، مشكله مجتمعية. مجتمع بحد ذاته يعني المجتمع، يعني المجتمع الان الجمهور يكفي. طيب خليك معي، المجتمع الان اسمح لي معليه خليني اكمل عشان لو ما كملتها حنساها. طيب. لا تخفيف الجمهور يكفي، ولا الوعي اللي احنا بنقوله والكلام كمستشارين وكتربويين وكإعلاميين وقضية المجتمع يكفي، إنما إن ما نتعاضد كلنا مع بعضنا البعض عشان نحل هذه المشكلة، أنا أبدأ بالآباء وأقول لكل أب هذه رسالة من هذا المنبر اللي هو أحسن منبر على مستوى العالم كله، منبر المملكة العربية السعودية في قناة من قنواته الرئيسية، لابد إنه كل أب عنده كم بنت في البيت يروح هو بنفسه يعمل، ما أقول يروج لبنته ويرميها لا، بس يقول زوجتك عندي. اي شاب يعجبه يقول والله يا ولدي انت رجال صالح، انا اشوفك مرتاد المساجد وانا شايف سلوكياتك والله انا مستخسر انك صحيح انت يعني صحيح. ما انت ترى عروستك عندي. طيب. لما يقول له عروستك عندي ممكن تكون بنتي، ممكن تكون بنت جاري. طيب. ممكن تكون بنت اخويا. طيب وهذا بيحصل، لكن للاسف في بعض الناس يتحسسوا من هذه المبادره. طيب أفضل. دكتوره باختصار كيف ممكن نقلل من النسبة العالية جدا من الزواج من أجنبيات ونروح نكثر نسبة الزواج من سعوديات بناء على الأرقام العالية هذه؟ لأنه نسبة الزواج من غير سعوديات أغلبها باءت بالفشل. أيوة طبعا، هو يقول إيه أجنبية ما تكلفني مهر، ما تكلفني مثلا مصاريف، ما تكلفني، لكن هي على مدار الحياة احسب. اقول له جيب ورقه وقلم واحسب، جيب لي عمي خليك كفيله، جيب لي اخويا ورقه عمل مدري ايش فيزا شغل، جيب لي ولد خالي مدري ايه، جيب لي على مدار السنه وسنوات هو ما هو عايش معاها وهي بتبتز وتمتص، على عكس السعوديه. دي السعوديه تشيل من عند اهلها وتشيل من عندها ومن جيبها من راتبها وبتعطي تدفع في بيتها وتدفع. طيب. لزوجها ليه؟ لأنه تقول هذا بيتي حلالي رجلي أولادي. طيب. بالعكس يعني. طيب. بناتنا بنات يعني بنات شيم بنات. طيب. كرم دكتورة. وبنات حمولة وكل واحدة حريصة كل الحرص إنها تمشي حياتها. صحيح. مع أولاد أبو أولادها ومع أولادها. بس أبغى أبشرك بشارة دكتورة، إنه أغلب اللي متزوجين من أجنبيات اليوم أو اللي متزوجين من البنات الأجنبيات اليوم زعلانين منك على الآخر، فالله يعينك على الدعاوي اليوم المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. طيب نبقى في موضوع الزواج لكن عند أهل حائل، حيث سن أهالي الأجفر في منطقة حائل سنة حسنة بتحديد مهور الزواج وإلغاء حفلات الزفاف وقصور الأفراح والقاعات، بحيث تقتصر إقامة الحفل في المنزل وبحد أعلى 4 ذبائح. وفق الاتفاقية أيضا بيكون مهر الزوج البكر 50,000 ريال ومهر الثيب 30,000 ريال. جاءت هذه الاتفاقية في اجتماع الأهالي التشاوري لمناقشة موضوع تحديد المهور وتخفيف أعباء الزواج، حيث تم استطلاع آراء الحضور وتم التوصل إلى الصيغة اللي أصبحت ملزمة للأهالي.
ونعم والله بالناس اللي حريصين جدا على انه تزويج عيالهم وبناتهم بطريقه يعني خلوها تصير قانون كامل. ينضم لي من حايل الشيخ عبد الكريم السلامه عضو لجنه اصلاح ذات البين. هلا شيخ عبد الكريم. حياك الله. حياك الله طال عمرك. مثل 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 هذه الاتفاقيات اللي تصير ملزمه في بعض المحافظات وبعض القرى، ايش اثر مثل هالاتفاقيات بينهم بين الاهالي هذول وتنعكس على الشباب وعلى البنات، ايش تنعكس عليهم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بادي هذه بدء أشكر القناة الإخبارية على استضافتنا لهذا الموضوع الحساس والذي يهم جميع أطياف المجتمع. نحن ولله الحمد مجتمع مسلم مترابط، ينبغي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهه حول الزواج. أعظمهن بركة، أيسرهن مؤنة، متى ما خففت تكاليف الزواج وتعاون الجميع. خلنا نتكلم عن هالأجفر يا شيخ بالله على طول. أمهات سم، أقول خلنا نتكلم عن مباشرة اللي جرى في مدينة الأجفر من قبل الأهالي. إيه سم، أقول هذا الحدث الذي تم من قبل أهالي مدينة الأجفر بارك الله فيهم، اتفاقهم على أن يكون الزواج مخفف وأن يكون مهر البنت البكر 50,000 ريال وكذلك الثيب 30,000 ريال وأن تقتصر الوليمة على ذبائح معدودة ولا يصرف فيها حتى لا يكون على كاهل الزوج ويكون عائق أمام الزواج، لأن العوانس كما ما هو ملاحظ والنسب عالية والنتائج كذلك مخيفة. يعني لو تطرق القضية الطلاق بعد ذلك إشكالية كبيرة وقفت حاجزا مانعا دون إتمام الزواج باليسر والسهولة. وما أقدم عليه الإخوان أهالي مدينة الأجفر في منطقة حائل بارك الله فيهم وفي سعيهم وفي اجتماعهم خطوة حسنة إلى الأمام بإذن الله عز وجل، ونأمل أن يطبق جميع الأهالي سواء في هذه المدينة أو في غيرها من المدن الأخرى في مملكتنا الحبيبة هذا التوجه وهذا النهج الذي ييسر أمور الزواج وتكون عونا بعد الله عز وجل على إتمامه بكل يسر وسهولة. طيب ارتفاع مهور الزواج هل هو صحيح أنه سبب رئيسي في إحجام الكثير من الشباب عن الزواج؟ ليس المهر فقط يا أخي العزيز، إنما ما يتبع تكاليف الزواج عموما، يعني ليس المهر فقط ما هو يعني عالي أو قيمته عالية، إنما ما يتبع الزواج من التبعات. يعني في دراسة عملت في منطقة حائل إن تكليف الزواج الواحد ما يقارب 1,000,000 أو 1,500,000 ريال، فاستغرب كثيرا من الناس كيف تبالغون بأن هذه القيمة هي صحيح تكاليف الزواج الواحد. التبعات التي تتبع هذا الزواج من الأقارب والملابس والهدايا والأمور التي تتبع لهذا الأمر، ودخل على مجتمعنا عادات للأسف دخيلة زادت الطين بلة كما يقال في قضية الخطوبة وقضية الملكة و الكوشة وما إلى ذلك، والتبعات التي أصبحت عائقا فعلا أو يعني عائقا حقيقيا أمام إتمام الزواج بكل يسر وسهولة. أي لما يحسب الإنسان التكاليف تبلغ إلى مبالغ طائلة تقف حاجز فعلي أمام صحيح إتمام الزواج. والله إحنا هالمبادرة من أهالي الأجفر صراحة مرة مبادرة مميزة ويشكرون عليها، وأيضا ترى في قرى كثير وفي محافظات كثيرة عندهم مثل هالشروط، بس عندنا شيخ 4 ملايين عانس الآن في السعودية، هذا بناء على كلام الدكتورة زهرة، يعني للقضاء على العنوسة يا شيخ، هل تدعو للتعدد الآن يعني المجتمع؟
نعم هذا أمر الله جل وعلا به. جزاك الله خير. كما يقول أهل العلم أن الأصل التعدد. طبعا ستغضب بعض النساء عندما تسمع هذا الكلام، ولكن هذا شرع الله عز وجل، وهذه سنة المصطفى. عشان بس أوقف، عشان أوقف عند هالمعلومة شيخ، اسمح لي محكم التنزيل. اسمح لي بس شيخ، ترى السؤال هذا مو بسؤالي، عشان أنا ودي أرجع البيت اليوم. السؤال هذا مو بسؤالي، سؤال الشباب جوا، وبقول اسمه اللي قال لي السؤال، بس أنا بسألك شيخ أنت معدد؟ كلنا إن شاء الله سنرجع إلى المنزل بإذن الله عز وجل. أنت معدد؟ تكون زوجاتنا راضية عنا، لأنه هذا أمر. إيه. نعم. ولله الحمد أجل. ونعيش بسعادة ولله الحمد. الله يزيدك. ومتى ما كان الإنسان بإذن الله عز وجل ما شاء الله عادلاً تبارك الله بين زوجاته سيكون موفقا بإذن الله عز وجل. صحيح. رسالتك الأخيرة يا شيخ. الله جل وعلا في محكم التنزيل يقول فانكحوا. سم. أقول رسالتك الأخيرة شيخنا. نعم. رسالة الأخيرة بأننا نلتزم شرع الله عز وجل والقضاء على هذه العنوسة بتخفيف المهور وتكاليف الزواج، وأن نطبق هذه السنة التي ربما تكرهها النساء ولكنها الحق الذي ينبغي أن يسلك، حتى نقضي على هذه الملايين التي من العوانس. قبل سنوات خطب الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي الشريف وخطيبه أن هناك 1.5 مليون عانس، الآن وصلت النسبة إلى 4 ملايين. صحيح. فإذا بقي الإنسان على زوجة واحدة ستبقى هذه العوانس بل تزداد. ولكن أنا نصيحتي للأزواج، لأنه أنا أتكلم دائما في بعض المناسبات مثل مناسبات الزواج، أن السبب الرئيسي في كره النساء للتعدد هو من عند الرجال وليست من عند النساء. أساس نكون منصفين وصادقين. يعني النساء ما عندهم الإنسان مشكلة. عندما يتزوج الزوجة الثانية النساء، هذا أمر الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نرضى به، ومن لا يرضى بشرع الله عز وجل ففي دينه خلل. هذا أمر عندما يوجد الإنسان يصير عنده القدرة كما يقول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فخفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان قادر على النفقة، قادر جنسيا وقادر ماليا وقادر على العدل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الميل القلبي هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى شأنه، ولكن العدل والإنصاف بين الزوجات حتى لا تظلم الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، فيعطى كل ذي حق حقه ثقة تامة أنه ستستقر بإذن الله عز وجل البيوت وتبقى الحياة سعيدة لدى الزوج وزوجاته حينئذ. من حايل للشيخ عبد الكريم السلامة عضو لجنة إصلاح ذات البين، شكرا لك، يعطيك العافية والله يعين على هالملف. احنا نقول للشباب اللي ما تزوجوا انه يعني قبل اللي ما عددوا انه الشباب اللي ما تزوجوا مثل رياض انهم يتزوجون، إضافة الى انه الشباب اللي يقدرون يعددون بناء على كلام الشيخ ولا انا مالي دخل يعددوا. نروح موضوعنا الثاني. اتخذ مجلس الوزراء اليوم خلال جلسته عدد من القرارات، كان من بينها شمول الطلاب من ذوي الإعاقة بمكافآت طلاب التعليم الخاص وتشكيل هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. كما قرر مجلس الوزراء تعديل مسمى وكالة وزارة التجارة والصناعة إلى شؤون المستهلك، إضافة إلى تمديد عقد شركة النقل الجماعي 5 سنوات قادمة وإعداد دراسة لفتح باب المنافسة لخدمات النقل العام. أحرز الطالب محمد مسعود السعيدي من تعليم صبية المركز السادس على مستوى المملكة في أولمبياد إبداع 2015 قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية في بلجيكا 2015 ESI عن فكرة الريموت اللي يقول عنه أنه يساعد رجال الأمن على التحكم بإيقاف المركبة اللي تمر من نقطة التفتيش وترفض التوقف. يقوم الجهاز اللي ابتكر السعيدي أيضا يبطل قوة مثبت السرعة عندما يرفض الاستجابة لقائد المركبة، حيث يمكن إطفاء السيارة عن بعد 200 متر في حالة رفض صاحبها الوقوف. السعيدي وزي ما يحلو للبعض تسميته صائد الإنجازات والجوائز والميداليات من خلال موهبته في عالم الاختراعات والابتكارات اللي يشارك فيها في
في المحافل المحلية والدولية وأيضا في المسابقات الداخلية في المملكة العربية السعودية. ينضم لي من جيزان مخترع الريموت الخارق الطالب محمد السعيدي. أهلا يا محمد. أهلا وسهلا. ما شاء الله تبارك الله يا محمد، وش هذا الاختراع؟ كلمني عنه يا محمد. هو اسمه ابتكار، هو الريموت الخارق. ايه. هو يحل ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هي مطاردات بين الجهات الأمنية وما سببه من حوادث. فأنا عملت ريموت خاص للجهات الأمنية، في حال مطاردات يقدر رجال الأمن يوقف تشغيل السيارة الهاربة من نقاط التفتيش. أيوة. والمشكلة الثانية هي مثبت السرعة، فأنا أضفت زر يكون داخل السيارة في حال إذا مثبت السرعة مستجاب لقائد المركبة، يمكن لقائد المركبة يضغط على هذا الزر تنطفي السيارة، بس عجلات القيادة والفرامل ما تكفل عشان ما يصير أي حادث لقائد المركبة. طيب. والمشكلة الثالثة هي السرقة، فأنا أضفت جهاز محدد مواقع تحط فيه شريحة خاصة للسيارة، إذا سرقت السيارة تقدر تحدد موقعها بدقة عالية، تقدر توقف تشغيل السيارة وتشغلها على سرق مركبة. طيب يا محمد، إيش اللي يخليك تفكر في هذه المواضيع؟ أنت لسه سنك صغير وكذا، الواقع أنه يعني بصراحة اختراعات مرة كويسة، التفكير فيها أصلا يعني شيء فيه في تفكير عميق. كيف جاء على بالك تجي هالأفكار هذه والريموت والشغل هذا الحلو؟ أنا لما شفت المطاردات بين الجهات الأمنية وما سببه من حوادث ونزيف للأرواح والممتلكات، فأنا فكرت في منع في إيقاف المطاردات بهذا الريموت. ما شاء الله. فساعدني الوالد على هذا وشجعني، وعملت هذا الابتكار وبحثت في جوجل باتنت عن المشاكل في هذا المجتمع مثل مثبت السرعة والسرقة، فأضفتهم في هذا الجهاز ليكون ميزة هذا الجهاز أنه يحل ثلاث مشاكل. طيب يا محمد، أبوك وين يشتغل؟ هو مدير مدرسة، بس هو له خلفية في الكهرباء والميكانيكا، فهو يساعدك في الاختراعات هذه، يعني هو اللي قاعد يساعدك. أيوة. ما شاء الله. طيب أنت الحين جربت الأجهزة هذه، يعني جربتها عندكم هناك في المنطقة، حد أشرف عليها؟ أيوة، هو أنا جربت هذا الجهاز، وهذا الجهاز أنا عملته وخلصت منه. يعني أقدر الحين أستخدمه في سيارتي بكرة عادي؟ أيوة عادي تقدر. محمد، أنت ناوي إذا كبرت وش تسوي؟ ما شاء الله تبارك الله، وين تبغى تروح؟ يعني أنا أبغى أخدم، أنا بخدم الوطن في أي وظيفة. أنت مخترع يا محمد، ما هو بوظيفة بس، أنت مخترع. عادي أنا بدخل في أي مجال. لا، لازم تحدد من الحين وين تبغى تروح، لأنك تستاهل تروح مكان مرموق ويشجع مثل هالموهبة يا محمد. احنا حرصنا الشباب اليوم كثير حارصين انهم يجيبونك تطلع معنا، عشان المسؤولين اللي يهمهم يعني سواء في موهبة او في الجامعات السعودية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، او جامعة الامام، او الجامعة عندكم في جيزان، يهتمون بهذه الموهبة ينمونها. يعني انت مفخر لنا يا محمد. هو اصلا انا اللي افكر فيه هو مجال الهندسة. اي بس كذا كويس محمد، الله يوفقك. وأنا أقول ما شاء الله تبارك الله، يعني على هذا التميز وهذه العقلية، ما شاء الله تبارك الله. أنا فخور أني التقيتك اليوم، أتمنى ألتقيك والمشروع هذا ناجح ويدر عليك مبالغ كويسة، تسوي لنا اختراعات كويسة ترفع راسنا يا محمد. شكرا لك، بلغ الوالد السلام، الوالد يستحق قبلة على الرأس على هذا الحرص عليك.
كشفت وزارة الصحة عن استهداف نحو 1.5 مليون شخص بتطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال الموسم الحالي. أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور عبد العزيز بن سعيد أن الوزارة قامت خلال حملة التطعيم في الموسم الحالي بتطعيم أكثر من 6000 شخص، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت خلال هذا العام تطعيم أكثر من 90% من العاملين الصحيين المستهدفين في الحملة بلقاح الإنفلونزا الموسمية. أهالي محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة قاموا بموضوع جميل جدا، وهذه المحافظة تعد أيضا من أكبر المحافظات بالمنطقة، قاموا بمناشدة أمير المنطقة لإنهاء معاناتهم في توفير بعض الخدمات، لكن بطريقة مبتكرة ومهذبة من خلال عمل فني في 5 دقائق. شوفوا. عندي طلبات ضرورية وفق احتياج الحناكية ومن فيها الأول جامعة لأهل الحناكية لأهل الحناكية ومن في ضواحيها طلابنا مرهقتهم روحه جاية والطالبة ما حصل من يوديها جابت لها الهام معاناة حقيقية والكل خايف من يدها توافيها حوادث النقل صارت شبه يومية كثرة وفياتها ما عاد نحصيها. احنا اختصرناه من 5 دقائق الى دقيقة، لكن تقدرون ترجعون للمقطع. ينضم لي من المدينة المنورة عارف السحيمي صاحب فكرة كليب الحناكية وايضا مخرج العمل. اهلا يا عارف. اهلا فيك. يعني كيف وصلتوا لهذه الفكرة يا عارف؟ مرة مبتكرة صراحة. الله يسلمك، هذا مندوقك. المهم أهم حاجة في العمل، لأن احنا نتمنى نقدمنا شيء جديد، فكرة جديدة. طبعا الفكرة هذه يعني حاولنا نكون نطلع بشيء مميز مختلف عن العادة، كما هي العادة دائما يعني مطالب الأهالي تكون عن طريق الصحف أو عن طريق وسائل أخرى. فقلنا مرة هذه كنا نغير فكرة، بما أن أكثر الشباب الآن يعني يحبون الشيلات، يحبون الأفكار زي هذه، فطلعت الفكرة مع الشاعر القدير المبدع صالح العوفي، واتفقنا مع المنشد حسام الطريسي الله يجزاهم خير، فإن احنا ننفذ العمل بالطريقة التي كما رأيتموها. إن شاء الله أتمنى تكون يعني أن وصلنا الرسالة من خلال يعني. لا وصلت. طيب طبعا جت الفكرة هذه. تفضل. طيب ايش المطالب اللي انتوا عندكم اصلا؟ طريق وجامعه وخدمات بلديه وايش كمان؟ صوتي قطع معايش. طبعا ايه تفضل. تفضل. طبعا اول شيء استاذ عبد الله ما تعرفه عن الحناكيه، هي تعتبر في المرتبه الثانيه على مستوى المنطقه، منطقه المدينه المنوره. عدد سكانها أكثر من 60,000 نسمة، يتبعها الكثير من المراكز والقرى. طبعا أهالي الحناكية يعانون دائما من نقص الخدمات، عفوا على أساس ما نبالغ، في كثير من الخدمات غير متوفرة، خاصة كونها أنها محافظة تعتبر كبيرة، والأهالي يستحقون أكثر من ذلك. طبعا الجامعة إحدى أهم المطالب التي يطلبها الأهالي، كونها يتعرضون دائما الطلاب والطالبات لخطر الطريق، طبعا يقطنون اكثر من 220 كيلو متر ذهابا وعوده. المسافه هذه ليست سهله، قد لا ابالغ لك يا استاذ عبد الله ان قلت لك ان الاهالي دائما بشكل يومي قد يضعون ايديهم على قلوبهم حتى يعودوا طالباتهم. حتى وازيدك اكثر معلومه، من بعض الطالبات لا تأتي لأهلها أو بعض الطلاب إلا ما بين المغرب والعشاء.
وهي تذهب من الفجر. طيب ودي أسألك عن إنتاجيا العمل هذا كم كلفكم؟ صراحة كلف مبلغ وقدره يعني ليس بسيط، لكن عطنا المبلغ في سبيل ان حنا نقدم ونخدم. بصراحة حنا فريق العمل يعني ما ودنا او لا يرغبون ان يظهر الرقم يعني، لكن المبلغ يعني ليس بسيط يعني، والاهم من المبلغ ان حنا قدمنا شيء لو بسيط لاهالي محافظة حنكية الذين يستحقون اكثر واكثر واكثر، ومهما قدمنا لهم لانه فيهم حقهم. لكن المهم عندنا استاذ عبد الله ان الاهم من المبلغ والاهم من العمل نفسه ان يتحقق رغباتهم ومطالبهم. طيب. التي تاتي الجامعه في المقام الاول. طبعا تفضل. ايش المتوقع بعد هذا العمل؟ يعني وش اللي جاكم بعد هذا العمل؟ جاكم يعني وعود باشياء ممكن تجيكم ورسالتكم ايضا في 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 وقت وجيز بالله. والله حتى هذه اللحظه لم ياتي او يصلنا اي شيء. وحنا بالمناسبة نشكر برنامج الراصد يعني إتاحة الفرصة هذه لإظهار صوت أهالي الحناكية لو شيء بسيط يعني، فأنتم ممكن أكثر أو أول من بادر في إظهار صوت الحناكية. طبعا أزيدك أستاذ عبد الله بأن الحناكية فيها أكثر من 146 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسط والثانوي. طيب. طبعا كثير من الباصات والسيارات والآليات يعني تذهب يوميا بشكل غير ما تتصور يعني، فمعاناة يعني يمكن ما العمل لم يفي بشكل أو بالصورة الكاملة للمعاناة نفسها. طيب. طبعا في إحدى أساس طبعا هناك حلول نتمنى ان تكون او تحظى باهتمام المسؤولين، ولو سمحت لي يعني ممكن تخلينا اذكرها يعني. والله انا ترى الوقت مره انتهى عندي اخوي عارف. يعطيكم العافيه على هذا العمل اخوي عارف السحيمي صاحب فكره كليب الحناكيه ومخرج العمل، واللي ما يبغى يقول لنا كم المبلغ عشان خايف من انه في احد يقلده في الفكره هذه. شكرا لك، يعطيك العافيه اخوي عارف. الرحالة عمر العمير يجوب بدراجة الهوائية 3 قارات، انطلق من المغرب متجها إلى تركيا مرورا بدول أوروبية، بيقطع في هذه الرحلة مسافة 5000 كيلومتر. هذا المسافة كاملة بيقطعها بهدف التوعية الاجتماعية بذوي الاحتياجات الخاصة والتوعية أيضا بالسرطان. السلام عليكم، يعطيكم العافية، معكم عمر العمير وأنا رحالة بالدراجة الهوائية. طبعاً رحلتي هذه بديتها من المغرب قبل 15 يوم. الرحلة هذه راح تكون على 3 قارات بإذن الله. انتهيت من المغرب وانتهيت من إسبانيا، والحين أنا في فرنسا متجه إن شاء الله إلى سويسرا، بعدها على ألمانيا، ونزولاً على النمسا وإيطاليا واليونان، وإن شاء الله تنتهي في قارة آسيا بتركيا بإذن الله. الفكرة هنا من الرحلة أنه رحلتي هذه أبغاها تكون توعوية لمجتمعنا. التوعية هنا أنه تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، أبغى المجتمع ينتبه للمواقف الخاصة فيهم، ينتبه لوجود الفئة الغالية هذه علينا بتوفير منزلقات، بتوفير دورات مياه في المولات والمحلات التجارية. أبغى المجتمع ينتبه للقضية هذه، لأنه رحلة كبيرة زي هذه إلا ما يكون لها هدف كبير. طبعا أنا رحالة بالدراجة الهوائية، سبق قمت برحلات كثيرة. قبل سنتين أول رحلة لي كانت في اليابان، وكنت أول عربي يقطع اليابان من الشمال للجنوب مسافة 3152 كيلو. الرحلة الثانية سويتها من مسقط إلى الرياض مرورا بدول الخليج كلها للتوعية تجاه سرطان الثدي. بعدها رحلتي الثالثة سويتها في كوريا الجنوبية، وكنت أول عربي يطوف كوريا الجنوبية بالدراجة. واليوم نحن في رحلة 3 قارات. أتمنى دعمكم لهذه الرحلة ودعواتكم لي بالتوفيق. وعشان وتشجيع لأخوي الدراج عمر العمير، هو معنا هاتفيا من فرنسا، الدراج السعودي عمر العمير. أهلا يا عمر. هلا حياك الله. هلا والله. ما شاء الله، وين موقعك الآن بالضبط؟ كيف وصلت؟ كيف الأمور؟
الحمد لله كله زين، يلا لك الحمد. طبعا موقع يرفين انا في فرنسا، دخلتها امس من اسبانيا. وفي قرية صغيرة كذا اسمها بنيان او شيء زي كذا. وش اقرب شيء لها؟ صعبة شوي نطقها. بقي لي على مرسيل تقريبا 100 تقريبا الى 100 كيلو كذا على مرسيل. ما شاء الله تبارك الله. طيب ممكن تحكينا عن هالفكرة وعن هالرحلات؟ يا رجل انت في كوريا وفي مسقط وهنا من الجنوب للشمال واليابان، كيف هالأفكار تجي عندك انت؟ شو والله هي الموضوع كان بسيط جدا، يعني شريت دراجة للمتعة، وتعرف في الرياض الواحد يعني يغير جو ويكسر روتين العادي. ف كبر الموضوع وأسسنا مجموعة اسمها مجموعة دراجة السعودية، ومنتشرة الآن في المملكة كلها، يعني بعدد أعضاء يتجاوز 3000 عضو. هدف تطوعي وتوعوي وكذا. الموضوع أخذ معي زيادة، صرت أحب أطلع بالدراجة وأقطع مشاوير طويلة. قلت أجرب أسوي رحلة كذا، فاخترت اليابان وسويت رحلة في اليابان. رحلتها طويلة، قطعت فيها 3152 كيلو من الشمال للجنوب. طبعا كان هدف الرحلة هذه، هدفها اللي هو الإسلام دين السلام وشعار الرحلة. بعدها صار الموضوع ياخذ معي، صرت أي رحلة أبغى أسويها لازم يكون لها قضية، لازم يكون لها هدف، يعني شغلة توعوية. أنا أسوي رحلة هذه لي أنا، يعني أسوي الرحلة هذه تحدي إنجاز، لكن خلال الموضوع هذا ليش ما أتبنى قضية وأدافع عنها؟ فكل رحلة كان لي موضوع. رحلة الخليج من مسقط إلى الرياض كانت توعوية عشان سرطان الثدي بعد ما أصيبت من سرطان الثدي، والحمد لله ربي شفاها ويلا لك الحمد. يعني قدرت أسوي رحلة زي هذه كبيرة وأوعي الناس في الطريق للموضوع هذا. نفس الشيء في كوريا الجنوبية، سويت الرحلة هذه في كوريا الجنوبية، كانت رئيسة الوزراء جاية السعودية، حبيت أسوي كذا شغلة يعني صداقة بين الشعبين وأسوي رحلة. طيب هناك عمر، والله عمر طبعا أنت ما يمزح معك، يعني شكلك مسكة الخط عندك أبدا، يعني إذا زعلت مسكت خط. بس بسألك خلني أسألك أنت موظف؟ أنا نعم موظف في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض. والله مديرك معطيك وجه مرة يا عمر، مخليك ها؟ والله شوف هو موضوع إجازاتي كلها خلصت، فصرت إيش سوي؟ صرت أخذ إجازة بدون رصيد، إجازة نهائية. فبالشكل ذا ما حد يقدر يقول لي شيء، يعني حتى مديرك الله يستر عليك. ما أدري والله مديرك هذا جبه عندنا يا أخوي. كويس ما هو مقفر. إيه كويس. طيب إذا سألتك عن الصعوبات اللي أنت تواجهها يا عمر في رحلاتك الطويلة هذه، يعني في الليل ولا تخاف من بعض المواقع، عمنيا بعض الدول انه تخوف، ايش تسوي في هالحاله؟ وصف لي الوضع والصعوبات اللي تواجهها انت. والله بالنسبه يعني شوف الخوف باب اذا فتحته ما ينصك، يعني مجرد انك تفكر بالخوف خلاص يعني يجيك، حتى لو كنت في بيتك وامن. لكن صحيح انت تحترس، انا ماني مجازف، انا مغامر، يعني لما اشوف انه المكان هذا غير مناسب تجاوز وروح لمكان ثاني. مثلا يعني هنا في اسبانيا قبل تقريبا اسبوع وشوي كنت غربت الشمس وانا كنت في منطقه جبليه. المنطقه هذه ما كان فيها اي مكان للوقوف، يعني ما فيها حتى مكان تقدر تحط خيمتك فيها او شيء. فوصلت المشي لين كان في مكان زي كذا باركينج، يعني جنب في لفه جنب الجبل كذا، فقلت هذا مكان مره مناسب احط خيمتي فيه. هنا نظرت المكان لقيت فيه سيارات هذه الفان اللي المتنقلة، لقيت واقف، قلت أكيد يعني الوضع تمام، فحطيت خيمتي وتعشيت زي تعشى هاي ونمت. بعد يمكن ساعة بشوي ما درت أسمع أصوات عندي قربع، إيش الصوت؟ قم أفتح الخيمة ناظر كذا ولاها تكرمون الخنازير البرية جاية في المكان تدور شيء تاكل، خيمة يجي لهم خمسة كذا. فكانوا عند الخيمة، طبعا تعرف الخنزير البري يعتبر شرس نوعا ما، يعني هو يعني لما تهاجمه بيهاجمك. فقعد اطلع اصوات عند الخيمه اطقها كذا واطلع صوت يعني بسيط، كل ما يقربون يبعدون يخافوا من الصوت هذا، يعني تقريبا مده ساعه. طيب بعدين راح ورجعت كملت نوم. عمر من يدعم هالرحلات؟ يعني مكلفه هالرحلات ولا لا؟ والله شوف تعرف انت يعني بالدراجه مو زي السياره، يعني المكلف عندك في الموضوع بس تنقلك بالطياره، لكن الباقي كله يعني انت اكلك تطبخه، نومتك كلها في الخيمه، الا بعض الاحيان لما تحتاج مثلا تغسل ثيابك او
يعني ترتاح في فندق يوم، شغلات زي كذا. لكن بالعاده الرحلات هذه مين مكلفه، ودائما قبل كل رحله ابحث عن رعاه، يعني مثل زي رحلتي هذه، لانه هدفها التوعيه تجاه المعاقين. من رعاك في الرحله؟ الجمعية الحركية ما قصروا، وعجلات محل شركة، طيب، شركة دراجات معروفة عندنا في المملكة يعني، وشركات ثانية ترعى في الرحلة هذه. عمر طمنا عليك، دايم الشباب يتواصلون معك في حال احتجت أي شيء؟ يعني صراحة أنت وضعك ما أدري شلون، يعني الله يعينك على الرحلة الطويلة. بس الفكرة الأهم في هالموضوع أنك ترجعنا بالسلامة، بنفتخر في يعني مثل هالرحلات، ونفتخر فيك كشاب يا عمر. نشوفك على خير يا عمر، ترجعنا بالسلامة. الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين نقاء، مؤتمر صحفي لتدشين برنامج فرسان نقاء بالرياض، واللي يتحدث عن أضرار التدخين وتوعية الأطفال داخل المدارس. وأكدت الجمعية سعيها في محاربة التدخين من خلال استهداف المراحل الابتدائية في مدارس التعليم العام. زميلي سعود بن بجاد جاب هذا التقرير ورجعنا فيه، شوفوه ونرجع من ثاني. فرسان نقاء برنامجا توعويا يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية داخل مدينة الرياض من خلال زيارة مدارس البنين ومدارس البنات خلال الفصلين الدراسيين لتوعيتهم بأضرار التدخين. نعم، نحن حرصنا على تحديد عدد المدارس على مستوى منطقة الرياض، 208 مدرسة تقريبا، 104 مدرسة للبنين و 104 مدرسة للبنات، يغطي أكثر من 156 ألف طالب على مستوى منطقة الرياض. طموحنا وتطلعاتنا إن شاء الله في المستقبل أن يشمل جميع مدارس الرياض، مشيرا إلى أنه سوف يتم تطعيم هذه الفئة ضد التدخين من خلال قرص مبادئ محبة النقاء في نفوسهم وتوعية الطلاب والطالبات بأضرار التدخين وأثرها السلبي على التحصيل الدراسي. هناك بعض الدراسات الجزئية الحقيقة عن مسألة التدخين في المملكة وخاصة عند صغار السن، لكن لا توجد أرقام دقيقة، وهناك حاجة الحقيقة ماسة إلى دراسة على المستوى الوطني، على مستوى المملكة العربية السعودية، لدراسة التدخين وانتشاره في أوساط المجتمع كاملة وفي مختلف الفئات العمرية والفئة التعليمية. أيضا يستهدف المشروع في مرحلته المتقدمة المساهمة في تعزيز الصحة العامة لدى الطلاب والطالبات لتقليل الأمراض الناتجة عن التدخين. سعود بن بجاد، الإخبارية، الرياض. مشاهدينا دائما انتم عين الراصد، تابعونا على حسابنا في تويتر، وأيضا عطونا اللي يواجهكم في حسابنا في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. شكرا لكم، مع السلامة، إن شاء الله موعدنا بكرة إن كنا من الأحيان.